أهلا أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال هذه يعني ما ردك يا أبا مالك على ما قاله ياسر الحبيب الذي يمجد الأدوار الخطيرة لك أنت وعدنان إبراهيم وربما الكبيسي؟ طبعا أنا لم أذكر اسم السائل حتى إذا نشرت تكون أفضل وتشيع شباب السنة إلى آخره. أنا أتحدث عن نفسي، لا أتحدث عن عدنان إبراهيم ولا الكوبيسي ولا محمود سعيد ممدوح ولا كثير من السنة، ولا عن الحاكم ولا على النسائي ولا على عبيد الله بن موسى ولا الحماني ولا ابن الجعد صاحب المسند ولا عبد الرزاق الصنعاني، ولا لسنا بدعا من أناس ظهروا قبلنا. أنا أتحدث عن نفسي، لا أبحث، عندما أبحث المعلومة وفي بالي تشييع سني ولا تسنن شيعي. الهدف الأول يكون المعرفة نفسها، المعلومة الصحيحة، وبعد ذلك هذه المعلومة قد تكون يعني قد أصيب فيها وقد أخطئ، أنا بشر. طبعا من أهل الحديث من قال أكثر مما قلت أنا وعدنان إبراهيم، وهم من شيوخ البخاري وأحمد وغيرهم. يعني مثلا عبد الرزاق الصنعاني شيخ أحمد عندما روى حديث اختلاف أهل البيت مع عمر في إرث النبي، فقال: وهذه أتت تطلب ميراثها من أبيها، تقصد النبي عليه، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الرزاق: انظروا إلى هذا الأنوك، يعني الأحمق، يقول من أبيها، ألا يقول من رسول الله؟ هذا اللفظ ما قلته لا أنا ولا عدنان إبراهيم ولا الكبيسي ولا محمود سعيد ممدوح ولا، ومع ذلك عبد الرزاق في كل كتب الستة يسمي عمر الأنوك الأحمق يعني. عبيد الله بن موسى شيخ البخاري كان يلعن معاوية ويلعن من لا يلعنه، نحن ما فعلنا هذا. هل هؤلاء يمهدون للتشيع؟ عبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وعباد بن يعقوب الرواجني شيخ البخاري يرى أن الذي أجرى النهر الحسين والذي شق البحر علي. طبعا ربما يتأول لبركتهم وكذا، ما أدري إيش في روايات ربما مقتنع بها، هذا من شيوخ البخاري. هل هو يمهد؟ ابن الجعد الجوهري يقول: مات معاوية على غير الإسلام، وروى في ذلك هو وكذلك الحماني يحيى بن عبد الحميد الحماني 248 توفي، ابن الجعد بعد 220، عبد الرزاق 210، عبيد الله موسى 213. هؤلاء كوكبة قبل الكتب الستة، يعني باستثناء بلى كلهم قبل الكتب الستة. هل هم يمهدون؟ بالنسبة للأخوة الشيعة الذين تحدثوا عني أنا شخصيا، منهم من يقول أنا من النواصب كما قال عبد الحليم الشيخ عبد الحليم الغزي، وهو شيخ رصين وأنا أستفيد منه حقيقة، يعني هو له أبحاث أحيانا يستفاد منها، خاصة في بعض التغييرات القديمة، مع أنه قال عني ناصبي. الشيخ ياسر الحبيب يقول عني أني أنقل الشيعة أنا، وأنا يعني أنا وعدنان إلى نص الطريق يعني، بل حتى قال ربما هو شيعي. أنا ما عندي شيء من الألقاب هذه، لا تهمني، يعني قد يصل ببحثي إلى موافقة الشيعة في أمور، موافقة الإباضية في أمور، موافقة الفلاسفة وأهل الحقوق في أمور، التيار الليبرالي اتفق معه يمكن كثيرا، يمكن اكثر ما اتفق مع الشيعه والسنه في مساله الحريه، وعندي كتاب في حريه الاعتقاد وابطال حد الرجم، وان بل بعضهم يرى اني يعني احب الغرب اكثر من المسلمين عندما اثنيت على وجود الغايات القرانيه عندهم اكثر من المسلمين، وان الداخلين في الجنه قد يكون منهم اكثر منا. هذا لا يعني عندما ألتقي مع الغربيين أنني غربي، أو ألتقي مع
الشيعة أنني شيعي، أو ألتقي حتى مع السنة أنني سني. أنا زعمنا صحيح أنا سني من حيث المدرسة والمصادر وكذا، لكن لا أحرص، صرت لا أحرص على الألقاب أبدا، سواء أطلقت علي أو جردت مني. يهمك الاسم الذي سماك الله به أو سمانا به المسلمون، ووصيتي للشباب ألا يعولوا على هذا، هل هو سني شيعي كذا، هذه أسئلة جاهلية وجاهلة، لأن المطلقين لها لا يعرفون ما معنى سني وما معنى شيعي. ولا أرى تناقضا بين أن تكون سنيا وشيعيا وليبراليا وإنسانيا وحقوقيا، وما في مشكلة، وسلفيا أيضا ما في مشكلة، تمام. فلأن السلف أيضا عندي أنا لا أخرج من السلف علي وعمار وسبعين بدري وثمانمائة رضواني كما يفعل غلاة السلفية، هم يخرجوهم من السلف في مسألة حروب الفتنة، يقولون السلف مع الاعتزال، يقصدون سعد وابن عمر بس، أما علي ما له وزن، لا هو ولا عمار ولا سبعين بدري ولا ثمانمائة، كل هؤلاء أفضل من ابن عمر. فعندهم ابن عمر نبي جديد، هذا لست مع هذا الاتجاه السلفي، عندهم ابن عمر ثم أحمد ثم ابن تيمية ثم محمد بن عبد الوهاب، بس السلف أربعة. ابن عمر أخطأ وندم وثبت عن هذا، ما آسى على شيء من الدنيا، يقول ابن عمر لا ما آسى على شيء من الدنيا إلا أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية كما أمر الله. انظروا ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر، وكذلك في تراجمه. يعني المقصود أنك أنت كباحث كشاب لا تلتفت للألقاب، صنفت سنيا شيعيا ليبراليا، يعني أي تصنيف آخر، أنت ليهمك المعلومة الصحيحة التي تدين الله بها وتقتنع بها بس. طبعا تعليقا على كلمة ياسر الحبيب، ممكن أنني قد أسهمت ربما في انتقال بعض السنة إلى الشيعة، وربما أسهمت في تثبيت بعض السنة في السنة، لأن الغلو الشديد من السنة يدفعك إلى عدم الثقة بالسنة والانتقال إلى أي شيء ثاني، تشيع، الحاد، أي شيء. فلذلك ما يهم، يعني أنا حتى أجبت عليها في روتانا لقاء المديفر، يعني عندما عرضها الأخ المديفر وكأنها كارثة كنت أبتسم، إيش هذا؟ كثير الشيعة يثنون على كثير من السنة، يثنون على، يعني يأخذون، لو تشوفون مثلا كتاب الغدير الأميني كله نقولات سنية، كتاب معالم المدرستين العسكري نقولات سنية، كتب العسكري أبو إيش اسمه مرتضى العسكري، كتب فضل الله، كتب الأميني في الغدير، كتب يعني المصادر، مصادرهم معظمها سنية، والمدرسة المصرية ينقلون عنها كثيرا، عن محمد عبده، عن جمال الدين الأفغاني، عن حتى عن رشيد رضا، عن أنه سلفي، يعني رشيد رضا، ينقلون عن الألوسي كثيرا، ينقلون عن الألوسي صاحب التفسير العراقي المشهور، ينقلون عن ابن الأمير، ينقلون عن الشوكاني، ينقلون عن المغاربة أحمد بن الصديق والسادة المحدثين المغاربة، ينقلون عن ابن عقيل صاحب النصائح الكافية ويتخص البراءة من معاوية، ومثل ما ينقلون أيضا عن شيوخ البخاري، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد الرزاق، ينقلون عن أحمد، ينقلون، هي نسبية، هي المسألة نسبية ليست يعني مطلقة. المهم أنه لا يقلقك أنت هذا، أنا يهمني أن تقرأ فكرتي ولا تتوقع ماذا أنا، شوف الفكرة وأدلتها، إن اقتنعت بها حياك الله، وإن لم تقتنع بها أنا أطالبك أصلا أن تردها، أنا لا أطالب بتقليدي حتى من أبنائي أبدا. الإنسان يكون عبد لله فقط، لا يكون عبد لا لسنة ولا لشيعة ولا لشخص فلان ولا فلان، عبد لله، تتعبد إلى الله بما تقتنع به من معلومات وبس، بكل سهولة. طبعا من الطبيعي أن لا يكون السنة على مستوى واحد ولا الشيعة على مستوى واحد، هذا لو التفتنا لمسألة السنة والشيعة، والمفترض ما نلتفت لها، بس اضطرارا نضطر
أن نتحدث، لأن المنطق موجود للأسف. مثل كلمة الحديث، المفترض ما في كلمة حديث، فيه البيان النبوي، بس نحن نضطر. فهمت مني أخي الكريم؟ نضطر أن نقول الحديث بالمعنى الشعبي. الصحابة ما ليست في القرآن الكريم، في أسماء بديلة، المهاجرين، الأنصار، المتبعون. لكن اضطرارا نستخدم كلمة الصحابة، لكن لا نستخدمها بنفس المعنى الذي يستخدمه أكثر أكثر السلفيين أو أكثر المقلدين. فالسنة والشيعة نفس الشيء، قد نذكرها من باب لأنها مشهورة يعني، أو لأنها استخدام شعبي واسع ويحتاج إلى تفكيك. وسبق أن قلت لا أرى تناقضا بين سنة محمد وحب أهل البيت. هذا عندي المعنيان الشرعيان المتقدمان الأصليان. السنة إذا أرادوا بها سنة محمد، ما استنه ما سلكه هو كان يتبع القرآن رقم واحد، سنة النبي مكدسة رقم واحد في القرآن الكريم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، والقرآن بيننا، صح ولا لا؟ يعني لو التقيت أنا وسلفي ويقول أنا سني، هو يقول عن نفسه أنا سني وأنا أقول أنا سني، في البداية في بداية الحوار معظم أهل السنة سيقولون المالكي كذاب وهذا صادق، في نهاية الحوار سيكتشفون أن سني وهو أنني سني وهو مبتدع قطعا في نهاية الحوار. بس أريد حوار طويل، أريد حوارا طويلا، ما ينفع ساعة ولا حلقتين ولا كذا، لأن الركام كبير جدا. لكن ما أتفاخر بهذا، يعني ما أتفاخر بهذا اللقب، ولا أزكي نفسي، ولا حتى لولا أن الله أوجب علينا أن نقول وأنا من المسلمين لاستحيت أن أقول أنا من المسلمين، لأن الإسلام بالمعنى الكبير بالمعنى العالي لا نصله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. من منا يدعي أنه مسلم تسليم إبراهيم عليه السلام، مسلم تسليمه ولا يكون في صدره أي حرج من أي آية ولا من أي اتباع؟ قليل، الله يسامحنا، قليل. أولياء لله الله أعلم أينهم، لولا أن الله قال ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وآمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لولا أن الله قال هذا ولولا أن الله سمعنا لاستحينا أن نقول أن أقول أنا مسلم، إلا بأن أقول إن شاء الله عندي نسبة من الإسلام الذي هو التسليم، وأسأل الله أن يكمل هذا التسليم وينميه ويقبله ويرحم ضعفي. هذا منطقي. فكيف تتفاخر بأنك على سنة رسول الله؟ من منا على سنة رسول الله؟ هل نعرفها أصلا؟ كما قلنا لبها القرآن، وهم معرضون جماعتنا أصحاب السنة، لا، القرآن عندهم ما يساوي معجم الطبراني مرة أبدا. إذا وجدوا حديث حسنه الألباني من طريق ابن الأعرابي، يا سلام، هذه يعني يملأ القلب. لكن يجد 100 آية في المعنى ما يلتفت إليها، أو ربما في عكس المعنى الذي حسن به هذا الحديث. هذا مرض. السنة فيهم مرض عجيب، فيهم مرض السلطة والكبر والعلو والسلطة، يعني أنهم هم السلطة وكانوا ونحن، يهتمون أفقيا ما يهتمون عموديا. مراقبة الله عندهم ضعيفة، خشية الله ضعيفة، إن لم تكن منعدمة عند بعضهم. لا يراقبون الله عندما يحكمون على الآخرين. الله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أكثرهم فيما أرى في خطباء القنوات وكذا ما يراقبون الله. هل يبخسون الشيعة بعض ما عندهم؟ الإباضية، الزيدية، الصوفية، الأشاعرة، الليبراليين، ما مرة ما يعطون ولا أدنى إنصاف. الله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. هؤلاء ما يخسرون بس، هؤلاء ينسفون الميزان تماما، هم أصحاب العقيدة الصحيحة وفي الفرقة الناجية وفي الجنة، وبقية الناس أبدا معقودة قلوبهم على النفاق ومحاربة الدين وكذا. هل هذا إنصاف؟ ولا يخشون من هذا ما يحذر الله منه في القرآن، ما يخشون منه، يخشون ما حذر منه ابن تيمية وابن بطة وأحمد ومحمد بن عبد الوهاب، هذا يقيمون له. أما ما حذر الله منه ولا تبخسوا الناس أشياءهم،
ولا تقف ما ليس لك به علم، وكونوا مع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وإذا قلتم فاعدلوا، هذه ما يبالون بها أبدا، يدوسون عليها بأقدامهم. هذه سنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل الفرق أسهل من التيار السلفي. البعض قد يقول طيب والآخرين، لا يشترط أن أساوي بين الذنوب، أنه ذنب صغير وذنب عظيم، أو أستطيع أن أقول ناس فيهم قابلية للحوار وناس ما فيهم قابلية أبد، ولا يرضون أن يروا وجهك إلا إذا علموا، إذا ظنوا بأنك ضعيف، إذا ظنوا بأنك ضعيف وممكن يفشلوك أمام العالم ويشد به عصبهم تناظروا معك، وإذا شعروا بأنك قوي والله ما يلتقوا معك إلا بظلم وتقطيع ومقاطعات وشغلة. التيار السلفي، التيار السني وخاص السلفي للأسف، وهو تيارنا قومنا، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، هو من أبعد التيارات عن الحوار ومحاولة معرفة الحق لله والشهادة لله. عندهم شهادة المذهب كثير، عندهم شهادة للرمز كثير، عندهم، وهذا من أنواع الشرك التي أهملوها، هي في القرآن الكريم أيضا. يعني يهتمون بالذبح لغير الله وأنه شرك، دعاء غير الله شرك، كذا غير الشرك، طيب والشهادة لغير الله؟ أبدا، ولا يعرفوها أصلا. أنا أحييت بفضل الله، بمنه بكرمه، أحييت معنى الشهادة لله، ولم يكن يسمع بها لا الشعب السعودي ولا الخليجي ولا فيما أعلم، فيما أعلم، ولا العربي. بدأ الناس الآن، بدأوا بعضهم ينقلون هذا المعنى، ما هي مشكلة، ولا يشيرون المصدر، ما هي مشكلة، أهم شيء فائدة الناس. بفضل الله أقول، ليس على علم عندي، إنما أتيته على علم عندي، لا، بفضل الله، بفضل القرآن، رحم ما فيك من نور ولو قليل في قلبك، توجه إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقط الشهادة لله ما يستطيعون المحاورة فيها، وعندما تختبرهم تأتي بفتاوى لابن تيمية وكذا، ولا ها شهادة لله، قل ما يستطيعون. أنا ما عندي مانع، أنا قرب لي أي واحد يزعمون أني أعظمه، إذا أخطأ قل أخطأ، ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. فلذلك هذه نقطة ضعفهم، يهوشون واحذروا، ترون قال ياسر الحبيب كذا واحذروا، طيب تحاوروا، انظروا ماذا قلنا في كل الموضوعات، موضوع الصحابة، في العقائد، في ابن تيمية، في الوهابية، في إن شاء الله لن نظلم. يعني حتى في كتاب داعية وليس نبيا ذكرت محاسن الشيخ في المقدمة، وحتى ابن تيمية قلت أنا أستفيد منها، حتى أحمد قلت أنا أحترمه وأستفيد منها أشياء، ما عندي هذا الانسداد. بس هم، أتحدى واحد منهم يستفيد مثلا من شيعي أو إباضي أو زيدي ويستدل به ضمن السياق أنه قال فلان وفلان وقال الخليلي، هذه عندهم صنمية عجيبة يعني للرموز وللألقاب، وفي المجالس يعترفون أحيانا بأنه نعم والله هؤلاء أعقل منا وأكثر تبسطا وأكثر انفتاحا على الحضارة، أي مذهب سواء شيعة أو ليبراليين أو إباضية ومسالمون، يعترفون بعضهم، طبعا بعض المنصفين، بس على العلن لن يعترفوا. لذلك موضوع السنة والشيعة يحتاج إلى فرز، هم لن يعرفوا أنهم ليسوا سنة إلا بعد حوار وفق القرآن الذي هو المادة المكدسة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. كان النبي يتبع سنة، إذا أردت معرفة سنة النبي ما هي، اقرأ القرآن أولا، لأن النبي كان خلقه القرآن، خلقه في المعاملات، في التفكر، يعني في الغايات، في كل شيء، في كل شيء. عندما تتحاور معهم وفق الغايات، وفق القرآن، وفق حتى وفق الأوامر، وإذا قلتم فاعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه سنة النبي ولا ليست سنة النبي؟ أكيد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أثنى على ملك الحبشة أنه عادل قبل أن يسلم ملك الحبشة، صح ولا لا؟ وإذا قلتم فاعدلوا، هذه سنة محمد.
لا إكراه في الدين. يعني المقصود فيها أشياء كثيرة هم لن يكتشفوا أنهم غير سنة وغير سلفية إلا عندما يتناظرون مناظرات طويلة مع من يخشى الله ويخاف، وليس مع من يخاصم. أنا لست مستعد أن أتي وأخاصمهم وأدافع عن الشيعة ولا عن إيران، والكل كل فريق ودولة لها جرائمها ولها أخطاؤها ولها شذاذها ولها، لا لا لا، أنا لست مستعد ولا. ولذلك لماذا يتجنبون الحوار معي؟ لأن ما عندي أحد أدافع عنها أصلا إلا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، والصالحين كأهل بيته والمستضعف الأبرياء أمويين وهاشميين. يعني قد أدافع عن واحد أموي كعمر بن عبد العزيز، خالد بن سعيد بن العاص، ودافع عنه. أنا ما عندي المسألة النسبية هذه، يظنون أننا عنصريون، غير صحيح. هم الذين لهم حسد لآل محمد، هم الذين اتبعوا الحسد القرشي ثم النفاقي عن آل محمد، يتوجسون أي فضيلة لعلي أو الزهراء تتضايق قلوبهم حتى يخرجوا منها. ورأينا ماذا يفعل ابن تيمية في فضائل علي، أنه يقلبها إلى سيئات، رأينا. بينما إذا أتت فضيلة مزورة مكذوبة على معاوية أو غيره، يا سلام، يعني يغتبطون وكذا. هذا مرض، ترون والله مرض، مرض الأمراض طبعا المعنوية أقصد، مرض شيطاني. الشيطان يمرضنا بالعداوة والبغضاء والسوء والفحشاء وضيق الصدور والحسد والكبر، هذه أمراض الشيطان موجودة في التيار السلفي بقوة. يعني حتى لا أظلمهم، حتى لا أظلمهم، يعني أنا ما أعمم، دائما دائما يا أخوان، الله يبارك فيكم، إذا قلت التيار السلفي لا أعمم، إذا قلت الشيعة لا أعمم، إذا قلت الإباضية لا أعمم، وهكذا. أظن أنني من أكثر الناس يردد لا نعمم، لأنه واقع. ولذلك أنا عندما أقول التيار السلفي أقصد الظاهرة، يعني اللي نرى، الذين نراهم في القنوات ونسمعهم في الخطب ونقرأ فتاواهم، ظاهرة معروف. ولذلك مثل ما الآن أنا أقول إسرائيل والعدو الصهيوني، ربما فيه يهود داخل إسرائيل منصفين ويبغون، وهم أصليون من سكان إسرائيل، من سكان فلسطين قبل قدوم إسرائيل، وهم متضامنون مع العرب ويتظاهرون لأجلهم، وتظاهروا بعضهم لأجل العرب كما في بعض المذابح التي جرت في لبنان، خرجت مظاهرات عام 96 وكذا. إذن فعندما أقول عدو الصهيوني أو إسرائيل أو اليهود أو كذا، لا أقصد التعميم. نفس الشيء إذا قلت السلفيين مدحا أو ذما، مدحا أو ذما لا نعمم، لكن نقصد هذه الواجهة، هذه الظاهرة. فالتيار السلفي الله يبارك فيهم ويهديهم، ما يعرفون معنى سنة النبي حتى يقولون نحن سنة وهؤلاء شيعة، ولا التشيع. سنة، السنة يعرفونها، السنة المذهبية التي تعلموها في المدارس، هذه هي عندهم السنة. لا، السنة عندنا القرآن أولا، هو المادة الأولى للسنة، لأن النبي يتبعه، وسميت السنة من كثرة الطرق، يقول السنن الطريق، من كثرة ما تطرق الطريق سمى سنة، تمام. فالنبي كان أكثر شيء يتبع القرآن نفسه. طيب يلا نبدأ به، حياكم الله، نبدأ بالقرآن وننظر من هو السني، ثم ننزل للأحاديث المتواترة أو الوقائع المتواترة وننظر. هم من أكثر الناس ردا للأحاديث المتواترة، مثل لتسلكن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا ذم للواقع، لمن يسمون صحابة. طبعا النبي أيضا لا يعمم، يقصد الظاهرة العامة. هذا يرفضون، هذا يرفضون، يرفضون هذا هذا الإنزال على الواقع، مع أنه قال لتسلكن أنتم، يعني ما قال سيأتي بعدي أناس يسلكون سنن من كان قبلهم، لا، أنتم لتسلكن، ضمير مخاطب ولها حاضنة قرآنية. فاستمتع الذين من قبلكم بخلاق، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه لا، صحيح، والواقع صحيح. التغيير بعد النبي صحيح جرى على المستوى السياسي والمعرفي وكل شيء، ونحن لا زلنا ندفع ثمن هذا الانحراف بالقطار عن السكة. حتى لو كان خروج القطار قليلا، خلاص خرج، أمر الله حكيم، والله حكيم.
فإذا أمر بشيء فيه حكمة أحكم من صناعة التلفزيون والآلات والجوال وكذا، فيه حكمة، أي شيء أي خلل. ولذلك أمر الله أن نسلم تسليما، كلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل هذا ما رأيناه يوم الرزية ويوم كذا ويوم تخلف عن جيش أسامة؟ لا لا، ما كان في تسليم. فلذلك هذا الجاهلية ينبغي أن نطرحها لصالح النص، نطرح الجاهليات لله ورسوله، لأجل الله ورسوله، ليس بالضرورة أن نذم الأشخاص أو نلعنهم أو نقولهم في النار أو كلا لا، ولا أيضا أن نغلو فيهم، نقول المهم أنه صار انحراف، وكان هذا الانحراف من رموزه سواء كان مضغوط عليه أو يريد ما يريد فلان وفلان وفلان وفلان، يعني الظاهر المتواتر التاريخي بس. ولعلهم طبعا أتابوا، ولعل لهم فضاء الماحية، ولعل كل هذه مكفرات وتطهير، ما في مشكلة، بس لابد نحلل الحدث نفسه، لابد أن نرى ما الذي يمنعنا أن نرى. هو هذا العبادة، أن نعبد يعني التعبد لغير الله، هو هذا امتلاء القلوب بغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا خطأ. والله ابتلانا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا، سيفتنك ليعرف هل أنت صادق في عبادة الله، في حبه، في التسليم أم لا. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا منهجي، لست مثل الأخ ياسر الحبيب أنه لا بد تتبرأ ولا بد تلعن، غير صحيح، ولا حتى أؤمن بقطعياته التي يقطع بها. ربما عندي ظن في بعضهم، طبعا عندي شبه يقين في معاوية، وقلته شبه يقين أنه من أهل النار نتيجة أحاديث ونتيجة واقع سيء فعله، وإذا لم يعذب من يعذب؟ هذا في وجهة نظري، أفسد كل هذا الفساد وكل هذا القتل والشهداء وكل. طيب إذا ما كان المفسدين متوعدون بالنار والظالمين، طيب إذا لم يكن هذا مصداقا، من لن نجد مجرما؟ إذا ألغينا معاوية من الظلم، وألغيناه من الظالمين، من المفسدين، لن نجد، خلاص. مع أن الله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، فصل الله الآيات حتى تستبين سبيل المجرمين، ومع ذلك ما استبان لنا ولا مجرم، كما قلت حتى الحجاج يزيد ليافع عنه. خلاص إذا أنت رضيت بأن يدخل الخلل في موضوع معاوية والسكوت عنه والمجاملة، خلاص دخل الحجاج ويزيد وكل مجرم، وألغيت ولتستبين سبيل المجرمين تماما، ألغيتها، وبذلك تصبح أحمق، متكلس، ترفض العقل، ترفض الحوار، وخايف من كل شيء. هذا طبيعي، أنت من تقيل نفسك بهذه الأصنام أو بهذه بهذا الهوى والتعصب، أنت من منعت نفسك عن المعرفة، لم تجاهد في الله حتى يساعدك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لن تنفتح وأنت بهذا. حرمك معاوية من القرآن، حرمك من محمد، حرمك من أهل البيت، حرمك من العقل، حرمك من الضمير، حرمك من كل شيء. يا أخي ليش تتخذه إلها؟ ربي به وخلاص. وعلى هذا فقس، ليس بنفس درجة معاوية، لكن إذا وجدت شخص أنه خلاص تريد تشرع عن جميع أقباله، لا، جميع أفعاله، لا، خاصة المؤثرين الذين لهم أثر، يعني قد يكون شخص راوي حديث وكذا، ما يعني مه مشكلة حتى لو أخطأ، نحبه ونترضى عنه وكذا، لكن رجل سلطان حاكم من شرق الأرض لغربها، يعني تلك شرق العالم الإسلامي لغربه وكذا، وله أثر في الثقافة، في الفكر، في صناعة أحاديث، في الالتفاف على القرآن وعلى كل شيء جميل، وبعد هذا تتمسك به، ما يجوز. هذا أنت تعاقب نفسك في الدنيا وفي الآخرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومهم طبعا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، واضح أن هؤلاء أصحاب قوة، المتبعون قوة، معاوية كان قوي فعلا،
فيتبعونه لقوته، اتبعه في عصره الرواة والناس والمحدثون والفقهاء، بين ساكت وبين مؤيد. على كل حال، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ أقول على هذا فقس، ليس بالضرورة المقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلونا نكمل. المقصود أن السنة والشيعة كثير، خاصة من لا يعرفون معنى السنة ولا معنى الشيعة، يعني الذين يركزون على أن ياسر الحبيب أثنى عليك وهو شيعي وإذا أنت كذا وقال أنك كذا، ما يعرفون معنى السنة ولا معنى الشيعة. السنة بالمعنى الشرعي حيها الله على العين والرأس، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قلنا لتسلكن ولا الأمر بالصدق إكرام اليتيم، أعرف متواتر السنة. هم من سيعارضون التواتر كالغدير والمنزلة وحديث عمار، يضيقون بها ذرعا، يتمنون أن النبي ما قالها، هل هذا سنة؟ بينما يلزموننا في حديث موضوع أنه علم معاوية الكتابة وقه العذاب ومكنه في البلاد، مسجعات شامية أو مفتريات ما لها أصل، خال المؤمنين، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا النسب؟ أبو لهب عم النبي، والنبي أكرم من المؤمنين، ما ليس ما. هو مرة يكونوا متعنصرين ومرة يقولون نحن متعنصرون، نحن نقول هم يتهموننا بأن ضد بني أمية عنصريا، غير صحيح، نحن نثني على أمويين كما قلت، عمر بن عبد العزيز، خالد بن سعد بن العاص، عثمان في أول 6 سنوات من خلافته، ايش اسمه، فيه اخرين يعني، عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، في مجموعه يعني، الاصفهاني صاحب الاغاني ايضا، في ناس صالحين ونحبهم من بني اميه، وفي ناس نبغضهم من بني هاشم، ليس فقط كفار، لا، ناس مفسدين، ملوك وأمراء نعرفهم يعني، حتى اليوم بعضهم معاصرين، ما ليسوا عند قرآن ولا سنة، في أشراف ظلموا، ليس المقصود يا أحبابنا، أولا أنا لست هاشميا ولا حتى عدناني، إنما أتشرف بحب محمد وآل محمد، وأعلن هذا ولا أستحي منه، عندي أدلة قناعتي ربما التي قد تختلف عن بعض الناس، قد أزيد في أمر وأنقص في أمر، يعني مثلا قد أنقص في موضوع العصمة ويغضب مني الشيعة، قد أزيد في موضوع الوصية الغدير ويغضب مني السنة، ما هي مشكلة، المهم أن هذا ما أدين الله به، هذا الذي أنا بعد البحث والتحري، وأنا أعرف ضوابط أخلاق المعرفة، وأحاسب نفسي كثيرا، وأطرح ما وصلت إلا بعد طرح أسئلة، ولا يعني هذا أني خلاص الآن كل كلامي صحيح، لا، قد أخطئ، ليش لا، بس أقول اللهم هذا جهدي، فإن أخطأت فبصرني على الخطأ. أما أن يأتي واحد بس بالتصنيف وهو لا يعرف، هو حرب للسنة الأصلية، الذين ينفخون سني ولا شيعي، هم حرب للسنة الأصلية التي هي القرآن ومتواتر السنة، يعني النبي طبق، ما أقصد أن القرآن سنة، النبي اتبع القرآن، تمام، هم حرب لها للغايات، حرب لمتواتر السنة، حرب لتفصيل، يعني للتفصيل الجميل الذي هو مثل التفصيل في موضوع الصحابة، أن منهم الخبيث والطيب، منهم المؤمن والمنافق، منهم الذي المتردد والمتربص، منهم كذا، هم يحاربون هذا مطلقا نتيجة عقيدة مذهبية، صنم، بس مذهب يسوي صنم خلاص. طبعا المذهب ما أسميه صنم، لأن أصحاب المذاهب مختلفون، في عقلاء، لأن بس نتحدث عن تيار عام مجنون، فهم ما يعرفون معنى السنة أصلا، يعني إذا كما قلت لو صارت مناظرة في معنى السنة، أتمنى من أي أخ من لا يرسلون علينا غوغائهم، ويأتي واحد من المتمكنين في السنة ونلتقي علنيا بأدب وحوار على أساس السنة، يلا ماشي، ما هي السنة؟ تفضل نبدأ وننظر، حتى لو أرادوا عزل القرآن والاكتفاء بسنة النبي، يعني الأحاديث، أبشر، حاضر 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 جدا، نبدأ من المتواتر، تفضل، وسندخل في الجرح والتعديل، وننظر الأثر السياسي أيضا عليه، هل هو مؤثر أو غير مؤثر، وننظر البتر الموجود،
سندخل في البخاري وفي أحمد مثلا وننظر المصادر التي قبلهم وكيف بتروا أشياء لأثر سياسي أو مذهبي، وننظر في أن الجرح والتعديل هل هو بس أنا مسلم بهذا كله على افتراض أنه ما في أثر سياسي ولا مذهبي، تفضل هذا الحديث عمار، هذا حديث المنزلة، هذا حديث الغدير، متواترات، ماذا تفعل بها؟ والله يحوصون وما يسلمون أبدا، يعني لن يقولوا عن معاوية أنه رأس الفئة الباغية، ولن يقولون أن علي بمنزلة هارون من موسى، ولن يقولوا بيوم الغدير أن النبي جعل ما في رقبته في رقبة علي، من كنت ولا فهذا علي مولاه، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، فمن كنت ولا فهذا مولاه. اللهم خلص أوشي كان أدعى فأجيب، أنا ماشي أنا راحل عنكم. ما هو لأنه بعض أهل اليمن تخاصم مع علي، الله أعلم، في مسألة ركوب دواب الصدقة، كلام فارغ هذا، هذا كلام ابن تيمية يحاول يربط بين البيض، هذا الجمع والحشد وكذا، وأنا ماشي وما في رقبتي في رقبة هذا، يعني بالمعنى طبعا يسلم بها السلفية؟ تظنون أنهم سيسلموا؟ بالله لو كان المولى يوم الغدير أبا بكر عبد الله بن عثمان التيمي الخليفة الأول، لو كان هو الذي صعد النبي وجمع الناس وأيها الناس وشك أن أعدع فأجيب وقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله وأصحابي، بدل عثرتي، فمن كنت مولاه فهذا أبو بكر مولاه، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، هذا أبلغ من خليفة، أن هذا خليفتي، لا أنا أولى بكم من أنفسكم، الخليفة ليس أولى بي من نفسه. قالوا بلى، فهذا أبو بكر من مولاي ومولاه كل مؤمن بعدي، من كنت مولاه فهذا مولاه. بالله لو أسألكم بالله أيها السلفيون، كونوا مع ضمائر، أسألكم بالله لو كان صاحب قصة الغدير هو أبو بكر، ألا ترون أن هذا نص قطعي لا يحتمل أدنى ذرة، وأن من خالفه ربما تقولون مشرك وكافر؟ طيب يا أخي أنصفوا، وإذا قلتم فعدلوا. فأنا إذا كنت أنا من التيار السني ورأيت هذا، ما أحب أن أعبدكم، أحب أن أعبد الله وأن أصدق رسول الله على مراد رسول الله، ليس على مرادي ولا مراد مذهبي. هذه هي النقطة الوحيدة تقريبا التي قليل نادر من السنة، بل ربما ليس هناك سني قال بها ربما. أما ذم معاوية ولعني، هذا سبق لنا، سبقنا سنة كثير في ذم معاوية، في تفضيل علي، في الأمور الأخرى سهلة. لكن فعلا قصة الغدير أو حادثة الغدير ومضمونها عند من يصححها يتحاشون السنة كلهم، هذا يدل على عبادة السلطة، أن السلطة صعبة، يعني خوف هلع من أن نقول أن النبي أوصى ونخطأ السقيفة. لماذا تعبد هذه الأحداث؟ تعبد إلى الله، حتى الغدير ما نعبده، نحن نتعبد إلى الله بقول محمد في الغدير، وإلا قصة الغدير لو كانت، لو اجتمع علي مع بعض أنصاره في الغدير ما عبدناها أيضا، يعني ما أو ما تعبدنا بها، تمام؟ يعني حتى حربه لأهل الجمل والصفين والنهر، نحن ما نتعبد لولا أن هناك دلائل على الحق، نتعبد بالحق الذي فيه في قتاله البغي وما أشبه ذلك. الفرق بيننا وبين الأخوة السلفيين كبيرهم، ما يسلمون بالسنة المتواترة، ويلا تبغون بعد، طيب لو حذفنا القرآن وحذفنا السنة المتواترة نأتي للصحيح المشهور، سيتورطون، نأتي للضعيف والله سيتورطون، حتى الضعيف. إذن الهدف أحبابنا التيار السلفي الذي يقول لا تركزوا إلا على، يعني لا تتعبدوا بهذه الألقاب والتنابز بالألقاب، وإذا قلتم فاعدلوا، والناس طبقات، ما كل الناس خلاص سنة شيعة، لا، في سنة فيهم حب لأهل البيت، وفي شيعة فيهم حب لأهل السقيفة مثلا، في شيعة معروفين، يعني هذا سمعت الأمين وسمعت الأحمد الكاتب وكذا، يعني هي هناك خليط يعني. وهذا الضيف وصال هذا مرة صار أموي أصلا، هذا المؤيد، فما في بأس، التنوع طيب. يعني أنا بالعكس أنا أرتاح لما أسمع تنقلات بين المذاهب من حيث التنوع، لأنه يخدم التنوع في الأخير، الإنسان سيأتي الله فردا، لن يأتيه مع مذهبه ولا مع قبيلته ولا مع حزبه، والتنوع لن تقوم الأمة الإسلامية حتى تؤمن بهذا التنوع، وكل واحد له اجتهاده وله خطه،
دون تصنيف. يعني التصنيف تقول هذا فلان سني فيه تشيع ممكن، هذا شيعي فيه تسنن ممكن، على معنى مذهبي ممكن، أما المعنى الأصلي أصلا ما يعرفوه، ما يعرفوا معنى سنة ولا شيعة. المعنى الأصلي هذا ما يعرفوه، ولا ولو عرفوه سيتضايقون كثيرا إذا عرفوا أن الغدير أنه من السنة. يا ساتر، إذا عرفوا أن معاوية رأس الباغي أنها من السنة، لا قبحت، يصبح لسان حالهم قبحت هذه السنة. إذا عرفوا أن علي بمنزلة هارون من موسى، يا ساتر ما يبغونه. هذا هو يعني فهم التيار السني. يجب أن يفهم نفسه الشباب السلفي أحبابنا، يجب أن تفهموا أنفسكم. أنت تتشكل قبل أن تتعلم، حاول أن تبعد التشكل شيئا فشيئا وتعيد التعلم شيئا فشيئا. الخلاصة في جواب الأخ أو الشيخ ياسر الحبيب أنه لا يلزمني جوابه بأني أريد أن أوصل السنة إلى منتصف الطريق، لا، أنا أريد المعلومة. لا يلزمني جوابه، ولا يلزمني جواب الأخ الشيخ الثاني عبد الحليم الغزي أنني من النواصب أو أنا أخطر من النواصب، أنا والكبيسي وعدنان إبراهيم، أيضا لا يلزمني. أنا يلزمني المعلومة، عندما أبحث معلومة يا رب بصرني علمني، وأرى شيء واضح يا أخي، شيء أمامي أشوفه واضح، ماذا أفعل؟ أعبدكم وأترك عبادة الله؟ ما يجوز. يعني عندما نفس الشيء، عندما يقول يصح عندي تواترا في الصحيحين وغيرها أن النبي قال للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما أستطيع أقول يا رب إلا النبي استثنى إلا النبوة، ما أستطيع أن أقول يا رب ترى محمد نسي، إلا برضو لو يضيف إلا الخلافة إلا الفضل إلا كذا. ابن تيمية استثنى كل شيء، كل شيء، النبي استثنى النبوة، هذا استدراك على النبوة. من أراد أن يستدرك على الله ورسوله أو فعل ولم يفتش نفسه فقد ضل ضلالا بعيدا. الاستدراك على الله ورسوله عظيم، تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. التزم بالنص كما هو، تمام. فلذلك طبعا ابن تيمية قلبها إلى مسألة كأن المسألة ولاية على المدينة، ونفس الشيء الغدير حاول أن يتكبر فيه، وأنه لم يروى إلا باثنين، لا يعرف، ثم قال إلا باثنين، ثم قال ضعفه، ذهب إلى بعض الطرق التي ضعفها أحمد أو غيره، مع أن أحمد أكثر من أورده في المسند حوالي 12 طريق. فالمقصود أنه أو حديث عمار انظروا ماذا فعل ابن تيمية، إنما هي فئة من فئة مدري إيش وكذا، ولف ودار، وبعض أحيان يعترف وبعض أحيان يرجع وبعض أحيان يضربه بحديث صلح الحسن المرسل الذي خربط. هذا ما في تسليم. إذا حكم النبي يجب أن تسلم تسليمه، سواء حكم في حياته أو بعد موته، يعني بقي حديثه بعد موته أيضا نسلم تسليمه. السنة تسليم، محبة النبي هو هذا التسليم لأقواله. لا أم تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله؟ شيء عجيب في التيار السلفي، الباغي له أجر. هذه السنة ما أبغاها، السنة السلفية ما أبغاها، السنة السلفية المذهبية ما أبغاها، أبغى سنة محمد، سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، هذا نعم. فلذلك أنا لي تجربة في قراءة السنة، يعني وهم يعني متفاوتون، لكن في الجملة للأسف يغلب التيار المغالي وقت الأزمات والاصطفافات. فالذي يقول عني سني ويقصد سنة مذهبية، أنا أقول لا من الآن. الذي يقول سني يريد سنة محمد، يقول أرجو ولا أزكي نفسي. حتى الذي يقول أنا مسلم، أنا لا ينبغي أن ينوي إسلام إبراهيم، ما نصل إليه تسليم كامل مطلق، ولكن إن شاء الله فوق إسلام الأعراب والمنافقين، فالنص ونرجو، تمام. فلذلك أحبابنا الشباب السلفي، لا تعبدوا هذه الألقاب، الله يبارك فيكم، سنة وشيعة وكذا، هذه جاهليات، تنابز بالألقاب. اعرفوا المعاني وطبقوها، ولو لم يصفكم أحد بسنة لن تنفعكم المعاني عند الله، الألقاب لن تنفع. نفس الشيء التشيع،
التشيع بمفهومي أنا ما في أي تناقض مع السنة، وقد أمر بها النبي إذا كان أصله المحبة، لا يحب علي إلا مؤمنة، هو هذا. يا بريدة لا تبغض عليا وإن كنت تحبه فازدد له حبه، وهذا طبيعي، طبيعي أن تحب النبي ومن شاركه في كل حياته من قبل المبعث إلى ما بعد الممات. وإيش تبغى بعد الممات؟ طبعا صاحب النبي فاطمة بضعة مني، تمام. فالمقصود هنا أن ما علي من الإضافات الشيعية، ولاية تكوينية، معاجز الأئمة، التطبير، وكان ما علي منها، مثل ما عندما أحب عيسى عليه السلام وأحب مريم وأخذ أقوال عيسى، ما علي من أن النصارى قالوا أن عيسى ابن الله، ما يضرني أنا، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذا على افتراض، ترى نحن ما نجزم حتى في العصمة أنه خلاص، أنا قناعتنا لا عصمة، قناعتنا لا عصمة بالمفهوم الإمامي، حتى أنا ما أرى المفهوم الإمامي حتى ما أراه للأنبياء. يضعون شرط عجيب أنه لا يولد وهو يعرف كل شيء ويعلم الفيزياء والكيمياء وكذا، هذا أنا ما أراه حتى في الأنبياء. وحتى أرى التكلف، أنا أقرب إلى ابن تيمية في العصمة ترى بالمناسبة، وابن تيمية في موضوع العصمة يعني رائع، وضد الطرف السني الثاني الذي يتكلف العصمة، طرف السني في عصمة الأنبياء كالأشاعرة وغيرهم. فلذلك أنا لا أبخس الناس أشياءهم، بس ابن تيمية حقيقة ناصبي كبير، ما يحتاج يصيب في أشياء، لكنه ناصبي، ناصبي، لكن ما يستطيع أن ينطق هذا. ولذلك بعض الأخوة أعطيته، قلت ما رأيك في من يقول في معاوية كذا وكذا، وأعطيته ما يقول ابن تيمية في علي، قال هذا رافضي. طيب هذا طلع عليه أنه قاتل للرياسة، لو يقول واحد معاوية قاتل للرياسة ولم يقاتل للديانة وكان مخذولا حيثما توجه وكذا يقول هذا رافضي، طيب ممتاز، هذا قالها ابن تيمية في علي، أين الإنصاف؟ أين؟ ما ينصفون أبدا، هو عبادة ابن تيمية، أعوذ بالله من اتخاذ من دون الله أندادا، أن نتخذ من دون الله أندادا، أن نحبهم كحب الله أو أشد حبا، هذا مشكلة. فلذلك أنا أدعو الشباب سواء التيار السلفي أو حتى الشيعة، طبعا أنا لست ملزما بقصف الآخرين، شباب الشيعة، شباب الإباضية، شباب كذا، أنا ملزم بما أعرفهم من الذين تعلمت معهم وعلمت بعضهم وتعلمت من بعضهم، أنا ملزم بهذا التيار. يا أخوان اعبدوا الله، تعبدوا، اتركوا الألقاب، هذه أصنام، قد تكون مدارس لكم وقد تكون أصنام. إذا أحببتم أن تكون مدارس هذه لكم فادخلوا فيها بعلم وبحث وصدق نية، هذه تصبح مدرسة، ممتاز، ما في بأس، وتعدل في المدرسة، قد تعدل فيها إذا وجدتها أجحفت وما أشبه ذلك، لأن كل مدرسة هي مدارس. المذهب السني هو مذاهب، المذهب الشيعي هو مذاهب، المنزهون مذاهب، فأصلا ليس هناك مذهب موحد أصلا، لكن على التسليم يعني. لا أترك يعني الشباب السلفي خاصة الذي أعرفهم ويعرفوني ونشأت بينهم ودرست معهم، لن ينصحكم مثلي، صدقوني لن تجدوا أحدا يصدق معكم في النصيحة مثلي، من على الأقل من الموجودين. اتركوا الألقاب، لا تطغى عليكم، ها هي قد تتحول إلى طاغوت، الطاغوت ما طغى على الشخص، لا تطغى، لا يطغى عليك الألقاب ليطغى عليك حب المعلومة والصدق والاستعانة بالله، اللهم بصرني لأخرج من هذه المذاهب كلها إلى رضاك. لا أتبع، أنا لا أرى نفسي متبعا لمذهب الآن. صحيح أن النشأة والمدرسة والمصادر إلى الآن ما أعرف فيه يعني قراءات بسيطة لخارج المذهب إن صح التعبير، والمذهب السني واسع بحمد الله، في قراءات لبعض الشيعة، لبعض الإباضية، لبعض الزيدية، لبعض الأشاعرة، لكن للأسف أتت متأخرة يعني، قد تشكلت يعني، وأيضا ما أضافت لي، لأني وجدت من داخل السنة البناء العظم، بناء العظم سني، يمكن بقي شوية التلييس ولا تشطيب وكذا،
من عقلانية معتزلة، من إيمان شيعي، من روحانية صوفية، من حقوق ليبرالية، يعني بقيت تشطيبات بسيطة. العظم سني، والسنة واسعة لمن عرفها. كما ذكرت لكم قبل، بعض شيوخ البخاري ومسلم، السنة واسعة في جانب، في هذا الجانب. الشباب السني ما مسكين ما يجد فرصة، الآن عنده فرصة أن يبحث. زمان كنا عرفنا بعض الحق وليس لنا، ما في حتى جوال ذاك الأيام، ولا اتصال ولا انترنت ولا كذا، وممنوع كل الكتب. ومع ذلك من أيام الجامعة، من ثانية جامعة، وأنا قد أدركت نصب ابن تيمية وكتبت فيه. فإذا كانت نيتك صادقة ستعرف نصب ابن تيمية بسهولة، وتكفير الوهابية بسهولة، تجسيم الحنابلة بسهولة. ما تحتاج يأتيك حديث أن الله على هيئة شاب أمرض جعد قطط وتقول والله لعله. يا أخي خلاص يا أخي، مجسمه وانتهينا. لا تذهب إلى الله. يبارك فيكم، شكرا لكم. أنا آسف أني أطلت، ولكن أحببت أن يكون جوابا عاما. في أمان.